السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم أحبابي بقناتكم قناة لقمة شهية. اليوم سبحان الله زوجي جايب لي كان هدول الخيار، هدول أكلنا قد ما فينا ناكل وعملت سلطات وكذا وهيك. المهم رجع جايب لي هيدا شمسي. هلا صار في كمية كبيرة عندي وأنا عائلتي صغيرة، ما يعني شو بدي أعمل فيها؟ قلت أحسن شي أكبسهم مخلل وخلص، لانه اذا دلوا برات البراد حينتزعوا، واذا لفيتهم فوطه كالعاده او حطيت بيناتهم فوطه وحطيتهم بالبراد حيضاينوا. بس انه يعني طيب انه الخيار موفر يعني. بس ليه تحط كميه كبيره واخذ محل؟ خلص انه كل كيلو بكيلو. هلا هدول حاكبسهم. هلا هيدا اللي هون هيدا منه شمسي، هيدا بسموه خيار خيم، ومنه منيح كتير انه الخيار الخيم لان بفوفش، يعني بيصير بقلبه مثل الفاضي. خيار الشمسي هو احسن، مع انه هيدا شكله احلى من هيدا، هون هيدا شكله احلى من هيدا. حخلص الشمسي، اذا بقي في محل ححط خيار الخيم. خيار الخيم يعني الخيار اللي بينحط بالنايلون، تحت النايلون. اما الشمسي هو اللي بيشوف الشمس يعني. بقى هعمل ان شاء الله رب العالمين خيار مخلل مقبلكم، بس اول شيء بيلزمني عقم المي، وتعقيم المي بيكون بغلي المي، بدي اغليه على درجة حرارة عالية، بعدين برجع ببردها بدرجة حرارة الغرفة، وبعدين بكفي الشغل وبتشوفوا ان شاء الله شو بنعوز. وهون وبطنجرة ستي ان شاء الله رب العالمين حطيت تقريبا 3 لتر مي. هلا اذا بقي شوي انه ما عزتهم خلاص، المهم لانه المرطبين اللي معي بساعة تقريبا 3 وشوي، حطيت 3 لتر مي احسن ما عوز مي. وهلا من بعد ما بلشت تغلي المي بطفي تحتها ان شاء الله، وبتركها تبرد بدرجة حرارة الغرفة. حبيبي قبل ما نحطهم بالمرطبين هيك بنعمل بالشوكة هيك أو بسكين، واللي بده إياهم يستوى بسرعة يقصها بالنص، يعني يقطع 2 أو 3 اللي بده. أنا لا، إنه يعني تقريبا شي 3 أسابيع منيح حتى يستوى. هاي الطريقة، وقد ما فتحنا الخيارة قد ما سرعنا بعملية التخليل. هلأ عندي هون المي صارت يعني درجة حرارة الغرفة. هلا بس نخلص هاي الطريقة ونعبي المرطبين كله سوا، هيدا بيسع تقريبا 3 كيلو شوي. ان شاء الله رب العالمين بدنا بس نعبيهم الخيارات بنزيد الميات. هلا هون عندي ملح خشن، هيدا الملح لازم هيدا اللي بنخلل فيه او بنكبس فيه كل المكبوسات. الملح العادي بيهري الخيار او اي شيء، او جزر او اي شيء بيسرع بعمل التخليل بيهري يعني. هيدا هو الملح البحري اللي لازم نعمل فيه. هلا بما انه عندي هون 3 لتر يعني بيطلعوا 3 لتر بدهم ملح تقريبا كباية وشوي. علم عالي يعني بدهم كل كباية بدها معلقة، يعني 12 معلقة تقريبا، رح حطهم 12 معلقة. كمان من بعد ما حطيت الملح بدي حط تقريبا 6 معالق سكر. هلا بما انه نحن جماعة ما بنحب الاشياء المضرة حقلل منهم، بس هو السكر منيح لانه مواد حافظة يعني. حقلل منهم وحط تقريبا 4 معالق بس. بسم الله. بسم الله. اما الخل لازم احط خل، يعني انا عندي خل تفاح، هحط مقدار كباية تقريبا. هو لكل لتر بده كباية، انا لثلاث لتر رح احط كباية لاني مكتفية، انه بما انه في خل وسكر يعني فينا نحط يا خل يا سكر. انا حط الخل والسكر وقللهم، نيمهم قللهم بهالطريقة. بنيم المرطبين وبنحط الخيار بهالطريقة مشان شو؟ مشان يساع. نعمل هاي الخلطة مثل ما تكون، هيدا المحلول سادة هيدا بقولوله، بس خل وسكر وملح. وفينا نعمل بنحط لهم مطيبات، مثلا بنحط نعناع، بنحط كم سنتوم، بنحط حرق إذا بنحب، بنحط أي مطيبات عنا كتير طيبة. هلا أنا حعملهم سادة يعني. وهيك بعد ما رتبناهم
ليك لونهم كيف، لأنه هيدا اللون، هيدا لون الخل. كتير منيح. هلأ منسكر المرتين بسم الله، منسكر المرتين ببلش يتخلل من الأسبوع الثاني تقريبا. حبيبي بعد مرور 3 أسابيع تقريبا، نحن عملناهم سبت، 3 سبتات مرقوا، وهلأ 3 أيام من بعدها أو 4 أيام، كتير منيح. يعني 25 يوم كتير منيح على فتح المرطبان الخيار. هلأ خاد بده يشيل أكيد بالشوكة، لأنه إذا حطينا إيدنا بيفوت بكتيريا وهيك بيفسد أي مخلل أو أي شيء مكبوس بيفسده. بس خالد بدي لو سمحت بدي تمسك الخيارة وتطقها بإيدك، لأن السكر ما شاء الله مبينة، السكر بخليها تطق. بنسمع، ها شفتوا أحليها ما شاء الله، بتقرش شو. طيبة، عسل، صحة وميتة، عسل عسل. بيتاكل مخلل جنب الفلافل وجنب أشياء كتير، منها بطاطا مدبلة، مجدرة، وشف كتير. ما تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس مع تحياتنا. سنيور عويد وخالد عويد من جرود الضنية، جرد نمرين. لا شكلك بدك تطلع بالمرتين لوحدك. ما شاء الله. يا السلام عليكم.